سلام من الله ورحمه منه وبركاته عليكم مشاهدي الكرام اينما تكونوا، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي الصحافه اليوم، مع نطالع ابرز ما طلعتنا به بعض الصحف المحليه والعربيه من قضايا وعناوين خاصه بالشان اليمني، وهذه جوله سريعه في ابرز تلك العناوين. البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ: تنديد بوفاة سجين قاصر في إب، والتوتر مستمر بالقفر بعد مقتل وإصابة 13 شخصا. افتعال الحوثي للأزمات الطريق السريع لإثراء قياداته على حساب معاناة المواطنين. تجدد المعارك في الجبهات الجنوبية لمأرب. لاحج مسلحون قبليون يقطعون الطريق الرئيس الرابط بين تعز وعدن. خوف يسيطر على قيادة ميليشيا الحوثي من انفجار ثورة الجياع. في صحيفة الشارع نطالع: ميليشيا الحوثي تجدد رفضها لمشاورات الرياض وعدم استقبال المبعوث الأممي في صنعاء. لاحج مسلحون قبليون يقطعون الطريق الرئيسي في طور الباحة أمام حركة النقل والمسافرين. الحكومة تصف مبادرة الحوثيين بالعبثية وتدعوهم للانخراط في مشاورات الرياض. في عدن الغد رئيس مجلس النواب: سنعمل على إيجاد مخرج لبلدنا وشعبنا. ترحيب دولي وعربي واسع بانطلاق المشاورات اليمنية في الرياض. المبعوث السويدي: نتعهد بعدم نسيان الأزمة اليمنية. الجامعة العربية: معاناة اليمنيين أمر لا يقبله أي عربي. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم عناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض بحضور دولي. التحالف يواكبها بوقف عملياته العسكرية للمساهمة في صناعة السلام. الوزراء السعودي يطلع على تقييم لاستهداف الحوثيين مناطق مدنية ومنشآت حيوية. جدد الدعوة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد الاعتداءات والجهات التي تدعمها. في الجريدة الكويتية: التحالف سيوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان المبارك عشية انطلاق مشاورات للقوى اليمنية. في اليوم السابع المصرية: اليمن والأمم المتحدة يبحثان تنفيذ مشاريع مياه بتكلفة 20 مليون دولار. في ذات الصحيفة: التعاون الخليجي مشاورات الرياض فرصة لتحقيق السلام والأمن في اليمن. أما في الدستور: المبعوث الأممي لدى اليمن لابد من التوصل إلى حل سياسي. أخيرا من صحيفة الخليج: الأمم المتحدة تدعم جهود السلام في اليمن دون شروط مسبقة. تحت عنوان مشاورات اليمن في الرياض من الحزم إلى الحسم، كتب عادل الأحمدي: ومع هذه الدعوة الخليجية المسؤولة وهذا الرفض الحوثي الوقح، بات واضحا أمام الشعب اليمني وأمام العالم أجمع من هو الطرف الذي يريد استمرار الحرب ويرفض كل دعوات السلام. وبات لزاما على كل القوى الوطنية أن توحد كلمتها لتسريع خطى الحسم الذي بات الطريق الأسرع والأسهل لإعادة السلام لليمن. ولعله من نافلة القول إن هذه المشاورات التي دعت إليها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون هي الفرصة الأنسب لتوحيد الكلمة وتقريب الرؤى ومعالجة الاختلالات. هذا الاتفاق أو التوافق الذي سيخرج به المشاركون في المشاورات هو ما يحتاجه اليمن اليوم، وهو ما ينتظره الأشقاء لكي يسخروا كافة إمكاناتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لتحقيق مخرجاته. لقد بات معلوما لدى أبناء اليمن وجوارهم العربي أن بقاء الحوثيين كسلطة مسلحة هو الخطر الحقيقي الذي يهدد اليمن والمنطقة. وبمقدورنا التأكيد على أن الشعب اليمني صار جاهزا للفظ هذه الميليشيا ودعم كل ما قد يفضي لحسم واضح وكامل وانفراجة حقيقية وجذرية. لكن هذا الحسم يتطلب بالضرورة تغيير العديد من طرق التعامل مع هذا الملف من قبل اليمنيين أنفسهم، وكذلك إعفاء بعض الأدوات القيادية والتنفيذية التي لم تحرز نجاحا طيلة السنوات الماضية، كما يستلزم القضاء على كافة أسباب الخلاف بين مكونات الصف اليمني الرافض للحوثي جنوبا وشمالا. ولا شك أن السبيل لتحقيق ذلك هو مشاورة الرياض في الأيام العشر القادمة بعون الله وتوفيقه، وبالجهود الطيبة اليمنية والخليجية الرامية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وبدء صفحة جديدة يتم فيها تعويض هذا الشعب عن كل المآسي التي تسببت فيها ميليشيا الكهنوت.
اتفاق اليمنيين هو كل ما ينقص للانتقال من مرحلة الحزم إلى مرحلة الحسم والسلام، والمؤكد أنه في مشاورات الرياض سوف تجتمع لوحة وطنية لم يسبق لها مثيل منذ نحو 18 عاما. ولعل السنوات التي مرت قد أنضجت في قلوب وعقول كل القوى الوطنية الحاجة لمثل هذا التوافق، بحيث يتم تلاقح جميع الرؤى وتكامل كل الطاقات، بحيث يتم توسيع مظلة الشرعية لتشمل الجميع، ويصبح الكل شركاء في تحقيق النصر وإعادة السلام وبناء اليمن. إذن انطلقت اليوم في الرياض المشاورات اليمنية بالتزامن معها أعلن التحالف العربي إيقاف عملياته العسكرية في الداخل اليمني بعد دعوة من مجلس التعاون الخليجي لذلك. في ذات الوقت ميليشيات الحوثي تحشد على أسوار مأرب المزيد من القوى العسكرية استعدادا لاقتحامها كما تقول، فما بوادر الحل في اليمن وما الذي سيخرج به المجتمعون في الرياض وما هي الآمال المنعقدة عليهم هناك، وأيضا ما دور الإقليم في ذلك، ولماذا تصعد ميليشيا الحوثي في هذا التوقيت بالتحديد وهي التي رفضت أن تحضر مشاورات الرياض وقبل ذلك أعلنت عن هدنة قصيرة المدى. هذه هي الأسئلة أطرحها على ضيوفي الكرام من القاهرة الأستاذ عبد الله الدهمشي الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا. وأيضا سيكون معنا عبر السكايب من برلين في ألمانيا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسين العمري، أهلا بك عميد حسين. أهلا وسهلا أخي نايف. وأيضا من السعودية سيكون معنا عشق بن محمد بن سعيدان المحلل السياسي السعودي. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. لو بدأت معك أستاذ عبد الله ضيفي من القاهرة، انطلقت المشاورات اليوم، أنت بكل تأكيد تابعت الكلمات، تابعت الحضور الموجود، ما انطباعك الأولي حول ما قيل في الكلمات سواء الأمم المتحدة وممثلها أو حتى المبعوث الأمريكي وأيضا مجلس التعاون الخليجي وأيضا حجم الحضور الموجود في هذه المشاورات؟ هو أولا ينبغي أن نشدد على أن هذه اللقاءات مطلوبة دائما لكي تصحح الرؤى وتوسع دائرة المشاركة في التعامل مع الأزمة اليمنية التي تحولت إلى مأساة إنسانية كاملة. وبالتالي فإن الكلمات كانت مخيبة للآمل من ناحية أنها أكثرت في التمني وما يجب وما ينبغي دون أن تقدم إطارا نظريا، خصوصا في من الإطار النظريا للتسوية السياسية في ذلك، خصوصا من المبعوث الأممي إلى اليمن. الحدث بحد ذاته يمثل نقطتان، يعني الأولى هي اجتماع معظم القوى اليمنية المنخرطة في الصراع مع العصابة الحوثية، وبالتالي فهي يشكل فرصة لهذه القوى أن تبحث عن مداخل. والثانية أنه ما زال استعادت هذا الحدث استعاد الاهتمام الإقليمي والدولي بالأزمة اليمنية التي كانت قد دخلت عالم النسيان مع الحرب في أوكرانيا. وبالتالي فنحن أمام فرصة سانحة يمكن أن يتمخض عنها ما نأمل منه أو ما نتوقع أو ما يرجوه اليمنيين للخروج من مأساتهم بتصور تجمع عليه أولا قوى الداخل ثم تدعمه القوى الخارجية المنخرطة في تجاذبات الأزمة اليمنية. هذا من ناحية، ونأمل أن تسفر الأيام القادمة عن مشروع نظري يحدد الآليات والخطوات المتاحة والممكنة لتحقيق تسوية تاريخية تعيد السلام إلى اليمن وتعيد لليمنيين دولتهم المغتصبة بالسطو الحوثي المسلح، وتخرجهم أيضا من دائرة التجاذبات الخارجية وإخضاع الأزمة اليمنية
لمناورات الإقليم والمجتمع الدولي على هامش الملف النووي في إيران. نأمل ذلك ونستبشر خيرا، وخصوصا يعني أنه هنالك. ما هو المؤمل أستاذ عبد الله أن تخرج به هذه المشاورات؟ البعض ربما يضع سقفا عاليا لها، أن على الأقل تتوحد كلمة جميع المكونات المناهضة لميليشيا الحوثية، هل ذلك ممكن في هذه المشاورة؟ هو المؤمل أو المرجو أيضا أن تكون أن تجتمع هذه المكونات المتواجدة في الرياض على مشروع نظري واضح لاستعادة الدولة اليمنية، هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فإن الرفض الحوثي لذلك يشكل شيء، يعني يشكل عقبة كبيرة، يعني وهي أن الحوثيون يريدون الدولة مماثلة لما هو في إيران، بمعنى أن تخضع كل المؤسسات السياسية التي يبنى عليها سلطة الحكم، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو حتى قضائية، لسلطة المرشد الجماعة الولي الفقيه. لكن نحن هنا لسنا في معرض حديث عن الحوثي، لأن الحوثي بطبيعة الحال وليس حاضرا في هذه المشاورات. أنت سواء حضر أم لم يحضر، ما الذي تواجهه القوى المجتمعة في الرياض؟ تواجه هذا الحوثي الذي لديه هذا التصور وهذا المشروع وهذا السبيل، وبالتالي فإن المرجو من هذه القوى أن تبلور مشروع المواجهة مع هذه الحوثي وأن تخرج باستراتيجية وطنية واضحة لاستعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن. يعني هذا هو المرجو منه. جميل يعني جدا. إذا المرجو هو استعادة الوطن من هذه العصابة. وهنا أذهب إلى ضيفي العميد حسين العمري. عميد حسين، التحالف أوقف العمليات العسكرية في اليمن بالتزامن مع هذه المشاورات. الحوثي كان قد قال أنه أيضا أوقف العمليات لفترة زمنية محددة، لكن ما هو حاصل الآن على أسوار مأرب يبدو مختلفا. هناك مزيد من التحشيد للحوثي على أسوار المدينة. أنت كقارئ للوضع السياسي والعسكري اليمني ككل، ما الذي تراه في الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع هذه المشاورات عسكريا؟ أخ نايف، شكرا لك للاستضافة، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، والتحية لقناة اليمن ولمشاهديها أينما كانوا. أخي العزيز، اليمن في حاجة إلى إنهاء الحرب وليس إلى هدنة تخترق. طبعا الهدنة التي أعلن عنها الحوثي انتهت، هي كانت 3 أيام وانتهت بالأمس. أما بالنسبة لما أعلنه التحالف من هدنة من طرف واحد، والتي هي تتمثل أنه التحالف دوره في الحرب هو دور دعم مالي ولوجستي وتغطية جوية، وهذه التغطية الجوية حقيقة الأمر أنه كان لها دور فعال في ساحة العمليات وفي المعارك، حيث أنها تشكل العائق الأكبر لتقدم الحوثي وتحدث عندهم رعب من هذه التغطية الجوية. فهذه الهدنة تعني أن الطيران سيتوقف عن الضرب، بالمقابل الحوثي سيتوقف عن استهداف السعودية عبر المسيرات والصواريخ البالستية، بمعنى أنه الهدنة ليست شاملة ولا تعني الجبهة الداخلية، بل أن الجبهات في اليمن متوقفة في جميع الساحة اليمنية ما عدا جبهة جنوب مأرب البلق، والتي هي يعني تعتبر الآن أم الجبهات أو الجبهة المركزية باتجاه مأرب. والحوثي الآن أصبح بدون تأثير من الجو يعطيه الفرصة بأن يحشد وأن يدخل المعركة وهو في أريحية كاملة، حيث سيغيب عامل التغطية. إذن أنت تعتقد أن الحوثي لن يتجاوب مع هذه الدعوات لهدنة في رمضان، خاصة أن هذه الدعوات من دعت إليها هي الأمم المتحدة، والتحالف قد أعلن أنه يستجيب لذلك. هل تعتقد بالفعل أن الحوثي سيذهب نحو معركة في مأرب خلال الأيام المقبلة ولن يستجيب لدعوات الهدنة والسلام؟ أنا أتوقع بأن الحوثي سيذهب للحشد ولفتح جبهة مأرب ويدفع بقوة، كونها تعتبر فرصة ذهبية، هو المستفيد الوحيد من الهدنة التي أعلنها التحالف. طبعا الحوثي نحن نعرف انه لم يلتزم باي هدنه سابقه، حصلت هدن كثيره في الحديده وفي غير الحديده. الحوثي
يعتبر بأنه الحل السياسي غير وارد. ما كان في بالأمس يعلن أنه عنده استعداد للدخول في حوار سياسي مع المكونات المناهضة للمشروع الحوثي، اليوم لم يعد يدعو هذه الدعوة، بل أنه يريد أن يتجاوز هذه المكونات ويريد أن يكون حواره مباشرة مع دول التحالف الند للند، لأن أي حوار سياسي سيذهب إليه الحوثي تحت المرجعيات التي أعلنت عنها، ومنها مخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة وغيرها من المرجعيات والثوابت الوطنية، كلها تدعي إلى إنهاء الانقلاب وإلى استسلام الحوثي وعودته إلى كهف مران. والحوثي اليوم ليس في منطقة ضعف تجعله يقبل أن يستسلم، هو الآن بدل ما كان عندما كان القوات الشرعية على مشارف صنعاء كان يراوغ، وكان هناك لا زال في محافظات محررة من الحوثيين، كان يبدي استعداده للدخول في حوارات مع المكونات المناهضة لمشروع الحوثي، ولكن اليوم بعد أن أصبح على مشارف مجمع مآرب نقول أعتقد أنه لن يكون هناك مجديا للحوار السياسي معه على الإطلاق. جميل. عميد حسين حسن أو حسين العمري، سؤالي ربما عن ما شاهدته اليوم في الرياض من كلمات، وما سمعت إليه أيضا من كلمات هناك ومن حضور سياسي وحتى عسكري. طبعا أخي نايف، نحن نتمنى اللقاءات مفروضة، يعني مفروض أنها تحصل دورية وليست في خلال مؤتمر لسبعة أيام أو ثمانية أيام، لأنه هناك مع الأسف المكونات التي ترفض المشروع الحوثي يعني يوجد فيها صراع داخلي وتصدع فيما بينها إلى حد التناحر والتصادم، وهناك يعني تراكمات ومماحكات سياسية وتصفية حسابات يعني ليست من اليوم، ولا يمكن أن أنا في وجهة نظري الشخصية أنه لا يمكن القضاء عليها في خلال سبعة أيام أو ثمانية أيام. فشلوا في 8 سنوات أن يحققوا شيء، فأعتقد أنه لن يستطيعوا أن يحققوا شيئا في 8 أيام، لكن نظل متفائلين، نتمنى أن يحسوا بالخطر وأن يحسوا بأن اليوم لم يعد هناك مجال للمماحكات السياسية وتصفية الحسابات، وأنهم يجب أن يكونوا في خندق واحد وأن ينسوا أحزابهم وجماعاتهم وإيديولوجياتهم التي يؤمنوا بها، ويرفعوا شعار الحزب اليمن هو حزب الجميع، واليمن اليوم في خطر كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم. جميل. لكن عميد حسين، أنت تقول أنه ربما أنت تريد أن تتفائل، لكن الخلافة قد تكون أكبر من هذه المشاورات. وهنا أسأل عن الدورة، أيضا دور الضغوطات الإقليمية والدولية، خصوصا أننا اليوم نتابع كأن هناك ضغط إقليمي خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي لإنجاح هذه المشاورات والوصول إلى الهدف الذي عقدت من أجله. هل تؤمل على هذا الضغط الخليجي أخي نايف، بالتحديد؟ بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي وللتحالف فشلوا أن يضغطوا باتجاه اتفاق الرياض الذي هو بين مكونات الشرعية نفسها، فما بالك أن يجمعوا هذه التناقضات، لكن نحن نتمنى لهم النجاح، نتمنى أن يكون هناك ضغط حقيقي ومباشر وصادق. نحن نقول أنا لا أتحدث عن الأمنيات، أتحدث عن قراءة تحليلية وأيضا لما هو جاري. سأعود إليك عموما العميد لو حسين، لكن سمحت، قبل ذلك إذا تريد رأيي الشخصي وقناعتي الشخصية، مع الأسف لا أتفائل كثيرا، وأعتقد أن الفشل هو النصيب الأكبر لهذه المشاورات. سأعود إليك على العموم. أذهب إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف، الأستاذ عشق بن محمد بن سعيدان، المحلل السياسي السعودي. أهلا بك أستاذ عشق. أهلا وسهلا بك أستاذ عشق. ربما استمعت إلى ضيوفي الكرام ووجهات نظرهم. أنت اليوم بكل تأكيد تابعت افتتاح والجلسة الافتتاحية للمشاورات، الكلمات التي ألقيت سواء من دكتور نايف الحجرف أو حتى من تيموثي ليندر كينج وأيضا هانس جراندبرغ، وكل هذه الكلمات، أنت ما الذي قرأته كمحلل سياسي في جو المشاورات وما يعقد اليوم في الرياض؟ المشاورات التي تعقد الآن يعني تدعو للتفاؤل نوعا ما، نتفاؤل نوعا ما بأن نكون جميعا في خندق واحد وأن تكون بنادقنا مصوبة نحو العدو الأوحد لليمنيين واللي راء بالصدع في 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 الأطراف وأطراف الصراع والأحزاب اليمنية. يجب علينا جميعا أن نرأب هذا الصدع وهذا الشرخ الذي تأذى منه البلد. ف
يعني هناك تفاؤل، لا نفرط في التفاؤل، ولكن هناك تفاؤل في هذه المشاورات بإذن الله. أنت تقول أستاذ عشق بأن نوعا ما قد تنجح هذه المشاورات، لماذا في نظرك أو لماذا ترجح قليلا فقط والتفاؤل ليس بالحجم الذي ربما يتحدث عنه الكثير؟ 7 سنوات من الخلافات يعني والمشاورات وانعقاد المؤتمرات، يعني لا 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 ينبغي ان نعول عليها في خلال جلسه في يوم واحد يا اخي الكريم، خصوصا ان العدو او عدونا يعني عدو مراوغ وعدو لديه طول نفس في المراوغه وفي المكر. هناك تفاؤل نعم، ولكن يعني لا نفرط في التفاؤل، وايضا لا نفرط في التشاؤم في هذه المشاورات، ولكن يعني هناك يعني المشاورات ولملمة الصف ووجودنا في خندق واحد وتصويب بنادقنا نحن نحو عدونا يعني بشكل موحد، هذا يدعو للتفاؤل ايضا. جميل. استاذ عشق، ما أهمية هذه المشاورات لدول مجلس التعاون الخليجي وحتى للتحالف العربي؟ المشاورات لها أهمية كبرى، وهي فكرة ناجحة جدا لجميع الأطراف الصراع اليمنية، عددهم في الرياض اليوم يصلون إلى 500 يمني، وهذا عدد يعني غير 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 بسيط وغير غير سهل. فهناك إن شاء الله بإذن الله يعني هناك تفاؤل وهناك خطوة إيجابية، وجود هؤلاء تحت سقف واحد بمشاورات غير مشروطة هذا يدعو للتفاؤل أخي الكريم. يعني هناك تفاؤل، ولكن يجب أن ننتظر مزيدا من الوقت لكي نرى ماذا ستثمر عن هذه المشاورات. أستاذ عشق، كان هناك حديث أن هناك ربما حتى رؤى وأفكار مختلفة لدى دول التحالف العربي نفسها، هل هذه المشاورات ربما ستوحد البوصلة والوجهة نحو الخلاص من ميليشيات الحوثي ووعد أي مشاريع أخرى؟ نعم، المشاورات لم تعقد ولم تدعى لها جميع أطراف الصراع اليمني إلا قد يعني هناك اتفاق في دول الخليج نحو يعني صيغة تنقلنا إلى بر السلام بإذن الله. يعني هناك تقريبا توحد في أغلب دول الخليج، هناك توحد في الموقف. إذا توحد الموقف في دول مجلس التعاون هو ما سيقود إلى إنجاح هذه المشاورات؟ لا، في المقام الأول اتفاق الأطراف اليمنية أولا قبل أي جهود أخرى. يجب علينا أن نعلم أنه لا لن ينقذ اليمن إلا اليمنيين بعد الله ثم أخوتهم في قوات التحالف. جميل. ربما ذات ما طرحه أيضا الدكتور نايف الحجرف حول هذه النقطة بالتحديد، وأن الحل هو بأيدي اليمنيين. وهنا أذهب إلى ضيفي الأستاذ عبد الله الدهمشي من القاهرة. سمعت أستاذ عبد الله، الحل بيد اليمنيين، هكذا هو الرهان اليوم، هل بالفعل الحل هو في أيديهم اليوم؟ نعم، وفي أيديهم خالصة. نعم، الحل وفقا للواقع ومعطياته بيد اليمنيين أو بيد الأطراف اليمنية المنخرطة في الصراع. لكن وكما هو ملاحظ ومشهود منذ 7 أعوام أن هذا الحل لا تمتلكه أي من أطراف الصراع التي هي معنية باستعادة الدولة من قبضة الكهنوت الحوثي. وبالتالي كما هو معروف أو في علوم السياسة أن المقدمات تشير إلى النتائج، وإلى الآن لم يظهر أي خطاب سياسي مسؤول عن واقع هذه الأزمة ومسؤول عن تحمل تبعاتها والخروج منها بما يحقق طموح اليمنيين. الأمر هنا لا يخضع للأماني أو الرغبات أو ما نرجوه أو ما نأمله، ولكن يخضع لحقائق الواقع. قد تكون مشاورات الرياض فرصة أمام الأطراف المنخرطة في هذه المشاورات لالتقاط الفرصة، لاغتنام الفرصة السانحة أمامهم والخروج بمشروع سياسي يجسد الوطنية اليمنية ويرسم الهدف الاستراتيجي لجهود اليمنيين على كل المسارات السياسية والعسكرية والاجتماعية والجماهيرية من أجل استعادة دولتهم وإعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوع اليمن. جميل. أستاذ عبد الله، ما الذي يحتاجه اليوم هؤلاء المجتمعون في الرياض ربما للوصول إلى مشروع قابل للتنفيذ، مشروع حقيقي يستطيع التصدي والوقوف أمام عنجهية
ميليشيات الحوثي وغرورها. نعم، بمقدورهم ذلك، وهو واجب عليهم، وذلك يشترط على هذه القوى وخاصة تلك التي ترهن الأزمة اليمنية لتجاذبات الإقليم والخارج أن يتحرروا من ذلك، وأن يجعلوا اليمن أولا يعني في هذه، وأن يشعروا بمسؤوليتهم عن صناعة هذه الأزمة، لأنه هذه الأزمة هي من صناعة هذه الأطراف المنخرطة، سواء فيما آلت إليه يعني الانتفاضة الجماهيرية في 2011 والمرحلة الانتقالية، أو فيما ترتب على بعد ذلك عليها من حروب في الداخل واستدعاء للخارج للمشاركة في هذه الحرب. إذا هؤلاء الأطراف الموجودين في الرياض كما أولئك الذين موجودين في صنعاء هم مسؤولين عن هذه الأزمة وعن صناعة هذه الأزمة وعن استمرارها وعن تجددها، وبالتالي فإن مسؤوليتهم أيضا هي الخروج من هذه الأزمة. ورؤية ربما الذي العمل الإشكالية الأكبر أنه كيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم بعيدا حتى عن الحل الشامل في اليمن، نحن نتحدث اليوم عن داخل الصف المناهض لميليشيات الحوثي، كيف يمكن بالفعل، ما هي الآلية التي يمكن أن تجتمع جميع الأطراف بكل مشاريعها وأفكارها ورؤاها وأيديولوجياتها المختلفة لتصل بالفعل، ما هي الخلطة السحرية التي ستجعل من المكونات السياسية اليمنية تذهب بالفعل نحو صف واحد لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن؟ إذا أردنا مقاربة الحقيقة بمسمياتها، فإن أكبر ما يواجه المجتمعين في الرياض هو النزعة الانفصالية في للمجلس الانتقالي في هذه، وبالتالي فإن على تحالف الشرعية وعلى المجلس الانتقالي أن يخرج بصيغة لمرحلة انتقالية تضمن إخضاع القضية الجنوبية أو المطالب الجنوبيين لمرحلة لاستفتاء شعبي يقرر مصير هذه، والعمل وفق هذه والعمل في هذه المرحلة على أن تكون الدولة اليمنية المعترف بها خارجيا والمعنونة بالجمهورية اليمنية هي التي تدير هذه المسألة وتحسم بالخروج. لكن أليس ما تطرحه ربما سيتصادم جذريا مع مخرجات الحوار الوطني التي أعلن اليوم الدكتور نايف الحجرف أنها أساس لهذه المشاورات؟ لا، أنا سيبك من المؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، هذه يعني عفى عليها الزمن وانقلب وخرج الناس من أطورها ومن مرجعياتها. أنا لا أتحدث عن ما تقوله أنت، ما يقوله ربما مجلس التعاون الخليجي الذي دعا لهذه المشاورات، أن هذه المشاورات هي تستند للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، المخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216، وأن المشاورات لن تخرج عن هذه القاعدة التي هي أساس لهذه المشاورات. إذا أردنا مقاربة المشكلات الحقيقية في إطار ما يسمى تحالف الشرعية، فعلينا تسمية المشكلات بمسمياتها وإيجاد الحلول الصريحة لها، والتي تجمع والتي يعني يمكن التوافق عليها من أطرافها. فهنالك أمران لا غنى عنهم: مرحلة انتقالية تسير أمور الجمهورية اليمنية إلى أن يستقر الوضع على وفق استفتاء يحسم أمر القضية الجنوبية، وأثنان هو أن تتوحد التشكيلات العسكرية في مؤسسات حكومية، وألا تكون هذه الأطراف المنخرطة فيها دولا متفرقة أو سلطات واقع مماثلة لسلطات الحوثيين في صنعاء. جميل، وهنا أذهب إلى العميد حسين العمري. ربما سمعت إلى ضيفي من القاهرة، وأنت أيضا سمعت اليوم إلى ما طرح في هذه المشاورات، بأن هذه المشاورات ستكون على المرجعيات الثلاث. الآن إشكالية مثلا مثل إشكالية الآن المجلس الانتقالي الجنوبي وما يتم طرحه، هل بالفعل قادرون أو المجتمعون قادرون على تجاوز هذه المعضلة أو على الأقل تأجيل ما يطرح؟ أخي نايف حفظك الله، بالنسبة نحن نقول إنهم إذا رموا كل خلافاتهم وراء ظهورهم ورموا ولاءاتهم المناطقية والحزبية والإيديولوجية وراء ظهورهم ونظروا إلى الخطر المحدق بالجميع، وأنه قد تكون هذا المؤتمر هي الفرصة الأخيرة التي يجتمعون فيها تحت سقف واحد، وعلى الأقوى في التحالف أن يشعروهم بأنه لن يكون هناك مؤتمر رياض ثلاثة، أنه هذه هي الفرصة الوحيدة
التي يجب أن ينتهزوها ويتناسوا خلافاتهم ولو مؤقتا مثل ما ذكر الدكتور عبد الله. الشيء الآخر يا أخي العزيز، الانتقالي الذي يمثل الآن جزء من القضية الجنوبية أصبح منخرطا في الشرعية وأصبح يعني شريكا في السلطة وفي الثروة، فهو يعترف بالمرجعيات الثلاث. طبعا نحن نقول أنه يجب أن يتم تصحيح مسار البناء وخاصة في مؤسستي الدفاع والأمن. يجب أن ترفع أيادي الأحزاب والجماعات والإيديولوجيات أياديها عن التدخل في الشأن العسكري، ويجب أن يتم تصحيح الأخطاء التي حصلت خلال ال7 سنوات لإعادة ترتيب الوضع في الجيش الشرعية. كيف يمكن ذلك بآلية عملية عميد حسين؟ عمليا هو قلت لك أن يتم منع تدخل الأحزاب هل السياسية. تقصد دمج تلك القوات وفق ما قال عنه مؤتمر الرياض وذكره صراحة؟ طبعا الدمج هو على مراحل، يجب أن يتم احتواء هذه التشكيلات، لأن هذه التشكيلات كثيرة وولاءاتها وعقائدها العسكرية مختلفة عن بعضها البعض، تصل إلى حد التصادم، لكن يجب أن نوجهها ونحتويها تحت قيادة موحدة مشتركة وغرفة عمليات واحدة مشتركة لتوجيهها في الاتجاه الصحيح في خندق واحد ضد الحوثيين. أما اندماج أنك تدمج شخص عقيدة السلفية والآخر أخواني والثالث مناطقي والرابع أسري في مؤسسة الجيش التي يحرم فيها الانتماءات هذه، فأعتقد أنه ستكون هناك يعني فشل. لكن يجب أن يتم يعني احتواء هذه التشكيلات. نحن أصبح لدينا 4 جيوش ب4 عقائد عسكرية وبولاءات لا تعد ولا تحصى، وعندنا تشكيلات عسكرية ومسلحة بولاء أشخاص وأسر، وهذه لا ترقى إلى مستوى تأسيس جيش وطني. عميد حسين، الحديث كان اليوم في كل الكلمات أن الحل هو سياسي في اليمن، إلا أن ما تذهب إليه أنت وما طرح من بداية الحلقة أن من تحشيد لميليشيات الحوثي وما إلى ذلك لا يدعو للتفاؤل بأن الأمور ستذهب إلى حل سياسي في اليمن بل عسكري، ما رأيك؟ العسكري هو الأقرب، لكن العسكري قبل القرار العسكري للحسم العسكري يجب أن يكون هناك قرار سياسي لدعم القرار العسكري. أما الحل السياسي هذا هو مستبعد، نحن نريد قرار سياسي من الكيانات ومن الشرعية التي تمثل المشروع المناهض للمشروع الحوثيين، بأن يكون هناك قرار سياسي يسبق القرار العسكري للحسم. يعني أنت عندما تسالم فأنت تسالم لأجل الحرب، وعندما تحارب أنت تحارب من لأجل السلام. وما يظهر الآن على أرض الواقع بأن الحوثي يسيطر على مساحة كبيرة من مساحة الجمهورية اليمنية أو ما كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية، مساحة كبيرة جدا، بينما الشرعية مع الأسف يعني تخلت عن كثير من الجبهات ومن المحافظات، وهذا يعني جعلها تظهر في ضعف مع أن الحوثي ضعيف، ولكن الحوثي يستمد قوته من الخلافات التي تحصل بين المشروع الجمهوري والكيانات التي تمثل المشروع المناهض للحوثي، وهذا ما اعتمد عليه الحوثي من بداية الحرب. أيضا الأخوان في التحالف يجب عليهم أن ينظروا إلى الحرب اليمنية بالمنظور العسكري الأكاديمي الحرفي المهني، ولا ينظروا إليه بالمنظور إيديولوجي بحت، فهذا لا يمكن أن يكون له نصيب في تحقيق أي انتصار. أسألك سؤال أخير عميد حسين، عن رأيك أيضا والأسباب التي تطرحها عن غياب الرئيس اليوم ونائبه عن هذه الجلسة الافتتاحية. الخلاف ليس بين الرئيس ونائبه، الرئيس ونائبه هم يشكلون فريق، لكن الخلاف هو بين الكيانات السياسية والجماعات المؤدلجة التي هي تؤثر على الواقع اليمني. يعني أنا رأيتهم حقيقة الآن في بعض الصور أراهم يجلسون جنب بعضهم البعض، حتى ما أخذوا يعني إجراءات احترازية لوباء كورونا، ولكن لا يطيقون أن ينظروا في وجوه بعضهم. يعني إحنا نريدهم أن يحسوا بالخطر، نريدهم أن يحسوا بأن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة التي تجمعهم تحت سقف واحد، وأنه لن يأتي رياض ثالث ورابع وخامس. إذا لم يحسوا بهذه المسؤولية ولم يحسوا بمعاناة الشعب اليمني، وأن هذه الحرب قد أهلكت الحرث والنسل وقد دمرت اليمن أرضا وإنسانا، إذا لم يحسوا كمسؤولين وكسياسيين بهذه، فأننا نقول لهم حقيقة الأمر أن الشعب اليمني سيلفظكم إلى مزبلة التاريخ وسيبحث عن حلول أخرى تخرجه من أزمته.
العميد حسين العمري الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت ضيفي من برلين، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف الأستاذ عشق بن محمد. أستاذ عشق، الآن ربما الدور أو اليمنيون يعلقون أيضا آمالا على الضغوط الخليجية، على وحدة الصف الخليجي الذي تحدثت عنها أنت، والرؤية أن تكون موحدة وأن يكون هناك مشروع واحد تجاه اليمن، وألا يكون هناك أيضا دعم لأي مشاريع أخرى. هل بالفعل الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه، وأن الخليجيين قادرون على الضغط على كل المكونات اليمنية للذهاب نحو تسوية خلافاتهم، أو على الأقل وضعها جانبا إلى حين الخلاص من ميليشيات الحوثي؟ نعم، الخليجيين في يعني أمام الملف اليمني، أو يعني أغلب الدول الخليجية هي يعني موحدة في القضية اليمنية، وتعلم من هو عدوها، وتعلم ما هي السلبيات والإيجابيات في هذا الملف. ولكن الأطراف اليمنية التي دعيت إلى هذه المشاورات هي من يعني مصير اليمن واليمنيين بعد الله في أيديهم. هم الآن من سينقل بلدهم إلى بر الأمان، أو سيعبث في البلد من قبل هذه الميليشيا الإيرانية، وتبتلع البلد كما ابتلع العراق، ويعني يعم الفساد والفوضى في هذا البلد. لكن الخليجيين موحدين في ناحية هذا الملف، موحدين جدا. لكن الأطراف التي دعيت إلى الرياض، هل سترأب الصدع؟ هل ستحل الخلافات؟ هل ستصحو الضمائر؟ أم سيبقى الوضع كما هو، استنزاف الحوثي يغدر وينكث بالعهود، وهم يتقاتلون على يعني على خلافات لا تجدي نفعا ولن تنقل بلدهم إلى بر السلام. لكن ربما نيران الحرب لم تعد فقط في اليمن، اليوم هذه النيران وصلت إلى المنطقة ككل، ومنها الأراضي السعودية وحتى دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن الأمر واتفاق هؤلاء لم يعد أمرا خاصا باليمنيين فقط، بقدر ما هو أيضا أمر يهم المنطقة ككل والإقليم ككل. نعم، الحرب حربنا مع المد الصفوي الإيراني هي ليست حرب يعني تختص في جزء معين في الدول العربية. نعم، اليمن ملف خطير، وملف خطير جدا على المملكة العربية السعودية وعلى الخليج العربي. ولكن المد الصفوي، حربنا المؤجلة مع إيران التي يعمل ميليشياتها وخونة العرب بالوكالة مع هذا المد الصفوي، هو من يزعزع أمننا وبلدان العربية. لكن العراق ابتلع، وسوريا عبث فيها، وإيران ابتلع، والحوثي اليوم نراه يوجه صواريخه نحو الحرمين ونحو البلاد المقدسة ونحو المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لا، حربنا ليست مع حوثي، الحوثي يعني مجرد أداء، حربنا مع المد الصفوي، حربنا مع نظام الملالي في طهران. لماذا الحوثي يرفض كل المشاورات؟ الحوثي لم يأتي للرياض لقناعته أن كل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية في الجمهورية اليمنية سيكونون في صف واحد وكلمة واحدة. حتى هؤلاء الميليشيا لا يستطيعون سماع موقف اليمنيين، لا يستطيعون حتى سماعه. هؤلاء ليسوا جادين في السلام، هؤلاء ينفذون أجندة صفوية في أرض اليمن كما ينفذونها في العراق، كما ينفذونها في لبنان وفي سوريا وفي البحرين وغيرها. أستاذ عشق بن محمد بن صيدان الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عبد الله الدهمشي، ربما أسألك سؤال أخير حول مصلحة الآن دول مجلس التعاون الخليجي، مصلحة ربما حتى التحالف العربي أن يوحد اليمنيين، أن ينهي هذه الحرب التي أصبحت ربما تستهدف حتى أمنه القومي وحتى منبع الطاقة والكثير من الأمور التي شاهدناها خلال الأسابيع الماضية. إذن فاليمنيون هنا في هذا الاجتماع ليسوا فقط يقررون مصيرهم، فهل ستضغط بالفعل مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون الخليجي، للوصول إلى صيغة وحل لهذه المكونات الموجودة في هذه المشاورات؟ هو يعني ليس مطلوبا توحيد اليمنيين، يعني هم الآن مجتمعين في الرياض، يعني شكلوا تيارا واحدا يعني على الأقل من حيث الحضور. المطلوب هو ما هو المشروع السياسي الذي يمكن أن تبنى عليه التحركات العملية في كل المسارات، المسار العسكرية والمسار السياسي والمسار الاقتصادي وكل هذه المسارات. هنالك قضية يعني ينبغي أن نعمل عليها جميعا، هو الاعتراف بحقيقة المشكلات القائمة،
والاستفادة من اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا لتلافي مثل ذلك في هذه المشاورات القائمة الآن، يعني تسمية الأشياء بمسمياتها ووضع حلول يقبل بها الطرفان وقابلة للتنفيذ أيضا من ذلك يعني. وبالتالي نحن أمام تحديات إما أن يخرج عليها أو يكتفي مؤتمر الرياض بما تلقته السعودية من دعم دولي ومن أيضا تأييد شعبي من جميع من أغلبية اليمنيين الذين ذهبوا إلى الرياض للتفاهم حول المشاورات المجرية. لابد من وضع إطار نظري للمسارات المستقبلية من الآن يعني في هذا، ولا بد أن يخرج أن تخرج هذه المشاورات بهذه المسارات التي تحدد الأدوار وتحدد الأهداف وتضع حلول عملية للمشكلات التي يعني يعاني منها الناس اقتصاديا ومعيشيا وأمنيا وسياسيا يعني في كل هذه المسارات يعني. لا بد من حلول عملية، وإلا فإن الفشل ينتظرهم وسنوات أخرى من التيه تنتظر هؤلاء ومعهم يتحملوا اليمنيون جحيم المأساة وويلاتها المستمرة. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله الدهمشي، كنت ضيفي في هذه الحلقة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا دائما لكم مشاهدي الكرام ما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.